مؤسسة فاعلة ومنسجمة وتكون صانعة للقرار لا سامعة للأخبار، فنعتقد بأن ذلك سيحقق الاستقرار السياسي في البلد. البلد سيكون قادر على اتخاذ قرارات صعبة، البلد سيكون قادر على معالجة المشاكل والتحديات الكبيرة التي يواجهها الآن وقد يواجهها في المستقبل. طيب إذا مؤتلف اتحاد القوى الوطنية وعدهم 45 نائب مع دولة القانون، ما هو موقفكم خصوصا وأن دولة القانون سيكون قد اقترب من النصف زائد واحد؟ يعني باختصار سيد فادي، نحن نؤكد تماما بأن ائتلاف دولة القانون قد جرب حظه في الذهاب إلى حكومة الأغلبية السياسية عندما قبل أن ينعقد اجتماع التحالف الوطني ووزع مجموعة من الأوراق شرح فيها منهج ورؤيته في تشكيل تلك الحكومة، ولم يرد عليه أي كتلة من الكيانات السياسية الفائزة، وعلى هذا الأساس فشل دولة القانون في تحقيق هذا المبدأ ورجع إلى البيت التحالفي، ونحن نرحب بهذا الرجوع. وكانت هناك وانبثقت عن هذا البيت التحالفي مجموعة ثمانية، وعلى هذا الأساس أعلن ائتلاف دولة القانون، ونحن نعلن أيضا في الائتلاف الوطني بجميع قواه بأن التحالف الوطني هو الخيمة التي سننطلق منها معا إلى عملية تأسيس العراق وتشكيل عراق قوي قادر على أن يواجه التحديات ويواجه الصعاب. لا يستطيع أي طرف من أطراف التحالف الوطني أن يغرد خارج السرب، وأي طرف